أنا داعٍ لله تبارك وتعالى، فمن شاء فليؤمن. اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا وقوتك وضعفنا وغناك عنا وفقرنا إليك، نسألك مسألة المسكين، ونتضرع إليك تضرع الخائف الضرير. نسألك سؤال من رغم لك أنفه وذل لك سمعه وقلبه وبصره. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوهم نصرا مؤزرا يا قوي يا عزيز، اللهم احفظهم بحفظك يا حفيظ، اللهم سدد كلمتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم احفظهم في دمائهم واحفظهم في أموالهم واحفظهم في أعراضهم واحفظهم في أرضهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم وعدوك عدو الدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق صفهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم واجعل تدبيرهم تدميرا لهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا لهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا لهم. اللهم ومن نصرهم، اللهم من رضي بفعلهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك،